رقم 32 هينزل باكا ماني، وانت لابس القميص 32 قبل ما تنزل باكا، خلي بالك اوعى تقف على الكورة كتير. لعب الطويلة، استلام، اول لمسة، واول همسة، اول تواجد في مباراة على ملعب مختار التتش. عدى مختارك، يا سلام، لا 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 لا، يا سلام يا باكا. باكا ماني مهالمبي على طريقة سوبر ماريو، على طريقة شوف المهارة، شوف الإبداع. لا لا لا، اللاعب ده هيعمر مع جماهير النادي الأهلي. اللاعب دوت خلاص، يعني عايز أقول لحضرتك من أول لمسة، أول لمسة ليه في مباراة على ملعب مختار التتش. ملعب ده يا باكا لعب عليه وصال وجال التواريخ وأساطير كتير. ميدو جابر ركلة ركنية للنادي الأهلي. يلا يا ميدو يلعبها على القائم الأول، عدت، يرد مرة تانية شاهين لنجيب، نجيب يسندها أرضية. باكا يلا يا راجل، عايز يصوب ويسدد لكن اتقفل عليه، لكن واضح من لمسته. هيلعب صابر رحيل، سندت لباكا، باكا عايز يسند، يلا يا راجل يلا يا راجل، واحدة والتانية. باكا ميدو جابر مأمن عبد الجواد، لعب التمريرة في اتجاه باكا ماني، ياخد منها ركلة مرمى لفريق الجونة. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في لقاء التراجي يا رب بمشيئة الله. يلا يا ميدو جابر يسند لعمر، عمرو بركات هيصوب، يلعبها أرضية بكل الأغاني بكل المعاني، بيصوب ويسندها. باكا ماني هدف أول لباكاماني بقميص النادي الأهلي، لكن شوف سرعة نقل الهجمة، واحدة والتانية. عمرو بركات شوف القطع، لا 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 يا جماعة، لا لا لا، ارجع يا مخرج اللقاء، هاتها تاني من الزاوية اللي فاتت. شوف اللاعب باكا قطع ازاي وجري ازاي وتوقع ازاي. السلام عليك يا باك سوريا المنضم حديثا للنادي الاهلي، هنشوفه في اللقاءات القادمة. ادي باكا عايز يسند مع العمدة. الله على الروعة يا عمدة. الكعب ده ما يعملوش غير العمدة عماد متعب. يا سلام عليك يا باكا. نرجع بقى للي جاب الهدف، شوف العمدة ابو تمارة، شوف باكا ماني بيعمل ايه. الله على الاهلي، الله عليه. سداسية للنادي الاهلي ما شاء الله. يعني فريق بيلعب بالامس وفريق النهارده، يعني نمسك الخشب والله، لا يعني لازم ترفع قبعة الاحترام والإشادة لحسام البدري الراجل.